أهلا بكم في تواصل دوت كوم. عمليات اختطاف الناشطين والمتظاهرين مستمرة على يد الميليشيات، حيث خرج متظاهرو بابل بتظاهرة للمطالبة بإطلاق سراح الناشط سجاد العراقي، والذي سوفت قضيته وتجاهلت الحكومة بشكل متعمد عن البحث عنه ولم يعرف مصيره لغاية الآن. دعونا نتابع هذا المقطع من محافظة بابل. سجاد العراقي مختطف من العام. سجاد بابا عليكم. فصوت واحد ودبشة قوية. هون حرم الحرم يتكفل، هون حرم الحرم يتكفل. حولناك سجاد الحرم الحرم يتكفل. حولناك سجاد الحرم الحرم يتكفل. حولناك سجاد الحرم الحرم يتكفل. وفي الأيام الماضية اختطفت أو تم اختطاف الناشطتين زهراء فاضل والمسعفة انتصار ناهي، حيث قامت ميليشيات مسلحة باختطاف الناشطتين زهراء وانتصار من منطقة سكنها في بغداد الجديدة بعد نشرها على صفحتها الشخصية في الانستغرام منشور تنتقل فيه مقتدى الصدر، وقاموا بخطفها وقاموا بحلاقة شعر رأسها وإرساله إلى أهلها. وأيضا اليوم صباحا عثر على المسعفة انتصار وتم نقلها إلى المستشفى بسبب تعرضها للتعذيب وثقب أرجلها بالمثاقب الإدريل كما يسمى في العراق. دعونا نتابع هذه الصور. هذه صورة للناشطة التي عثر عليها اليوم بعد تعذيبها من قبل الميليشيات، ونحن نشاهد هذه الصور عليها أثار تعذيب بالدرايل الكهربائي. طبعا تداول مغردون وناشطون واسم الحرية لزهراء فاضل للمطالبة بإطلاق سراحها، والتي تم إطلاق سراحها ولكن بعد تعذيبها. دعونا نقرأ بعضا من تغريدات على منصة تويتر. أوس هاشم قال: حماة الأعراض ينتهكون أعراض العراقيات، اليوم تم إطلاق سراح المسعفة انتصار ناهي بعد تعذيبها وثقب أقدامها بجهاز الإدريل، ونطالب الحكومة بالكشف عن باقي المختطفين. زهراء فاضل خطفت وتم إرسال شعرها لوالديها كابتزاز. الإعلامي أشرف ماجد قال: لبعض رجال الدين الذين أسسوا الميليشيات بحجة حماية الأعراض لتنكشف الكذبة عند اعتراض المرأة العراقية على واقع بلدها المتردي والمتراجع في كل المجالات. نساء الثورة مثال للمرأة العراقية الوطنية الحرة، لن تسكتوهن بممارساتكم الحوزوية كما قال المتخلفة. علي البكاء غرد وقال: حتى النساء لم تسلم من غدرهم وسطوتهم وتسلطهم على رقاب الشعب. جنات قالت: الحرية لزهراء فاضل آخر محادثة للمتظاهرة السلمية زهراء فاضل قبل أسبوع تقريبا تؤكد تعرض والدها لمحاولة اغتيال، واليوم ميليشيات التيار المجرمين يخطفوها مرة تخوفكم لعد شقد جبناء سفلة كما تقول. بسبب موجة الاغتيالات والخطف التي تطال الناشطين، اضطر بعضهم إلى مغادرة أرض العراق بسبب عدم توفر الأمن وعجز الحكومة عن كشف من يقف وراء عمليات الخطف والاغتيال والتهديدات المتتالية التي تطال الناشطين من قبل ميليشيات الأحزاب. مقطع تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لوالدة الناشط المدني حسن العراقي وهي تودع ابنها أثناء مغادرته أرض الوطن بسبب تلقيه تهديدات من قبل الميليشيات. فلنتابع. إلي وداع إلي وداع عذب قلبي إلي وداع إلي وداع إلي وداع عذب قلبي إلي وداع مشاق ودموع ظلت
تهمي حرقه وتذوب الروح بيني الحسرة والشقة أعاين على الدرب وتأمل الملقة يبوي وصال حال شحمل الفرقة. فيديو ثاني أيضا يظهر المتظاهر مرتضى الصافي وهو ينوي مغادرة العراق بسبب تهديد الأحزاب والميليشيات له بالتصفية، فلنتابع. والله بالليل، والله بالليل بالليل أجي بالليل. طبعا ابنه يعني يبكي على فراق والده. نستعرض لكم أبرز أو بعض التعليقات على منصة فيسبوك بخصوص موضوع يعني ذهاب أو النشطاء يريدون ترك العراق بسبب الخطر في العراق. سهى علي قالت أوف الله يعثركم بالأحزاب إن شاء الله مثل ما دمرتوا هالشعب وقتلتوه. حسوني قال الله يساعد قلبك يا يمه هو هذا حال الشباب بالعراق. وسام عايشين بغابة وحوش عمة عين الطمع اللي يخلي البشر يقتل على المود دنيا فانية. أبو الجود قال غابة مو بلد الله ينتقم من كل واحد مسؤول عن خراب هذا البلد. هذا ما وصل إليه مع الأسف شباب العراق يضطرون إلى مغادرة العراق بسبب التهديدات المتتالية للميليشيات. أغلق المتظاهرون شركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز السائل بمحافظة البصرة احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم. وقالت مصادر صحفية بأن المتظاهرين وأغلبهم من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد أغلقوا مبنى شركة توزيع المشتقات النفطية ومبنى شركة تعبئة الغاز السائل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل لهم في المنشآت النفطية. دعونا نتابع هذا المقطع. اليوم الثاني على التوالي تم غلق الشركة، شركة المنتجات النفطية والمهندسية البصرة. كما جدد خريجو الجامعات تظاهراتهم أمام مصفى السماوة بمحافظة المثنى. طلب الخريجون الجهات المعنية بتوفير فرص عمل تناسب مؤهلاتهم الأكاديمية مؤكدين بأن الحكومة مستمرة في تجاهل تلك المطالب ومهددين في الوقت نفسه بالتصعيد ما لم تتم تلبية مطالبهم. دعونا نتابع هذا المقطع. وضمن حملة واعتصامات الخريجين المستمرة أمام بوابات المنطقة الخضراء دشن المعتصمون والخريجون العاطلون عن العمل واسم معتصمي الخامسة، يعني يقصدون البوابة الخامسة في المنطقة الخضراء، بانتظار وعد الكاظم، وذلك للتأكيد على المطالبة بحقوقهم وتوفير وظائف لهم وتنفيذ وعود الكاظم للمعتصمين. دعونا نتابع بعضا من التغريدات على منصة تويتر. بتول غررت وقالت لن نمل من المطالبة بحقوقنا المشروعة، نطالبكم بإنصافنا في درجات الحث والاستحداث. سرى غررت وقالت خرجنا معتصمين لأشهر ووقفنا تحت أشعة الشمس اللاهبة لكي نطالب بحقوقنا وتجرعنا البرد والأمطار شتاء، هذا عدل؟ هذه نتيجة الدراسة؟ تتساءل. سهى غررت وقالت نرجو منكم اليوم أن تقفوا وقفة ثائر من أجل استرداد حقوقنا التي كفلها الدستور، لذا نطالبكم بأن تضعونا أمام أعينكم
وأنتم تشرعون موازنة 2021 من خلال إدراجنا في هذه الموازنة ورفع الظلم عنا. مصطفى غرد وقال: لم نطلب منكم إلا حقنا في العمل الذي كفله الدستور العراقي لنا، واليوم نناشدكم باسم الإنسانية والوطنية أن تنصفونا بعدما واجهنا أصعب الظروف القاسية خلال مدة اعتصامنا. في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، عمال بلدية الديوانية تظاهروا بسبب عدم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر، علما بأن رواتبهم قليلة جدا ولا تكفي لسد رمق عيشهم. دعونا نتابع هذا المقطع من الديوانية. لأن يقول من عندنا شغل ورواتب ما بطينا، والمواد كلها صعدت، اللي عندك الفاتورية صعدت، واللي عدت، واللي كلها صعدت، اللي كل شكل بلد دينار هذا صار 200 دينار المتواك. احنا منين نجيب؟ احنا اصحاب عوايد، يعني كلها تريد من عندنا. ابو الملك ابو البيت يريد من عندي فلوس الاجار، ابو المولد يريد من عندي، ابو الكهرباء يريد من عندي، كلها تريد. لحد الان هسه شوفوها واكيد انا ما بعطيها رواتب، رواتب على المحافظه ولحد الان ما بعطيها. غير يفكرون بالفقر، يفكرون بال كهرباء، يقطعون رواتب المساكين، رواتب العمال مال بيديه. ليش ما يقطعون رواتب الحاليين؟ كل من ياخذ 5 ملايين، واللي ياخذ له اكثر، واللي ياخذ له اقل. ليش ما يقطعون ذولاك؟ يقول الفقراء يقطعون رواتبهم، يقول ذول الغاطين بنص الخيسة وبنص البلدية وبنص المشاري ويشيل اسماعيلهم ويقطعون ذول رواتب الفقراء المساكين. الله أكبر من عندهم، الله أكبر من عندهم، الله أكبر. احنا قتلنا شيوخ والحسين مظلومين، الله يشهد علينا، احنا مظلومين عمال البلدية، وخصوصا حامل البلدية مظلوم، الله يشهد مظلوم. إذا يشتغل 180 و150 و160 ولحد الآن ما بطيني، مين يروح؟ يا ذول يقول من عندنا، احنا مين نجيب لهم؟ ولحد الآن رواتب ما بطيني. إذا كل أدريد معنا ما حد حاضر علينا بيناتنا الحفاظ، بيناتنا الحزين، احنا مظلومين. تفاعل الجمهور العراقي مع رسالة هذا العامل من الديوانية، ومنهم من علق وقال على منصة فيسبوك: سلام، قال عافية، أنتم الشرفاء والطبقة السياسية الحاكمة هم السفهاء الذين يتاجرون بمقدرات وقوت الشعب. سعد علق وقال: الله ييسر لكم الأمور ويفك هذه الأزمة على خير، آمين يا رب العالمين، قلوبنا معكم. علي قال: الله ينتقم من هالحكومة الفاسدة، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. حاج سعاد قالت: الله يعينكم والله يهجم بيت الظالم اللي سرق أموالكم. فاصل ونعود إليكم. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها: أخي، نحن مواطنون عراقيون نعيش خارج العراق، نشطاء ندعم التظاهرات وندعم حقوق الإنسان في العراق، فقط لأننا نتحدث عن الحق وعن حقوق المواطنين العراقيين تعرضنا للتهديدات، وحتى وصلت إلى عوائلنا في بغداد، وصلت إلى البيت الذي يسكن فيه عوائلنا، وهددونا بشكل مباشر من قبل العصائب بأن لا نتحدث عنهم ولا عن إيران ولا عن المرشد الإيراني، وأن نغلق صفحاتنا على الفيس وإلا نقتلكم، واتهمونا زورا بدعم إسرائيل لنا، وهذا كذب، يجب فضحهم هؤلاء المجرمين. نذهب الآن إلى الهاشتاج.
أهلا بكم من جديد. العراق أهم من سليمانكم، ردا على وسم أطلقته الميليشيات الموالية لإيران بعنوان سليماني منا أهل العراق. فمع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني في بغداد على يد القوات الأمريكية من خلال طائرة مسيرة، ومع ارتفاع الهجمات الصاروخية على السفارة الأمريكية والمنطقة الخضراء والتي تنفذها ميليشيات تابعة لإيران والمتضرر منها هو سكان المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء، رد العراقيون من خلال وسم العراق أهم من سليمانكم، أي بأن مصالح العراق أهم من إيران وأهم من جعل العراق ساحة للتصفية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. دعونا نقرأ بعض من التغريدات تحت هذا الوسم. عبد الله غرد وقال: نعيش أيام عصيبة بسببكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذيقكم حرمان نعيم الدنيا والآخرة. مريم غردت وقالت: نرجع ونقول العراق أولا، أريد أعرف إيش وقت بعض من العراقيين يخلون العراق بين عيونهم ومن أولوياتهم، بطلوا تخلف وافتحوا عقولكم ووعوا لأن ما حد راح يفيدكم بس بلدكم، مثيرين للشفقة راح يخلصنا من الخلايا السرطانية في العراق، ربي خلصنا من الخلايا السرطانية في العراق. سارة تقول: العراق ليس ملكا لأحد، العراق ملك للشعب فقط، الحكام يأتون ويذهبون بخيرهم وشرهم، والشعب اللي دافع وضحى من أجل بلده هو الباقي، حقيقة لا يمكن إنكارها. كناري رسلان غرت وقالت: العراق لم يخلق لكي يقوده سليماني والحمير الباقين، العراق أرض الأنبياء وأرض السلام، أكبر من الطغاة، وكل طاغي حاول إسقاط العراق نام بالتراب، العراق أهم من سليمانكم. نذهب الآن إلى القصص المنوعة. عفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 4 مدانين من شركة بلاك ووتر والذين نفذوا مجزرة ساحة النسور في بغداد عام 2007 بحق مدنيين عراقيين. دعونا نتابع تقرير من إعداد مجلة ميم حول هذا الموضوع. الأمطار أغرقت نحو 500 خيمة للنازحين في إدلب شمالي سوريا. دعونا نتعرف على هذه المأساة المستمرة للنازحين السوريين مع تقرير لموقع أنا العربي.
نحن عم نعاني كثير بالنسبه لفصل الشتاء. طبعا بالنسبه للمطر ليك الصوره تتكلم، غرقنا كل هالليل المطر علينا، غرقت الخيم كلياتها كل هالليل، ونحن تنهد علينا الخيام ونرجع نبنيها. وين المنظمات الانسانيه؟ وين الناس المسؤولين عنا؟ الوضع مأساوي، الخيام غرقت، ما عم يصلنا اي مساعدات، الخيام كلها طافت اجمالا، وزعنا هالعيال على الخيام اللي ما غرقت. والله العظيم يا يما لا اشل، لا حب المرغوب لا حب الطحين، لا اشل غير رحمة الله ما عندنا. المي فاتت على الخيام، حطب ما في، هيك صاير فينا اكثر من هالشيء. اليوم اسود، بارحيات يعني الحرمي تبكي والضنا يبكي، ايش بدي اقول لك، ذقنا الاهانه. كان الله في عونهم. أنواع جديدة من فيروس كورونا يتم اكتشافها في عدد من البلدان. يبدو أن فيروس كورونا يعني لن يتوقف خلال فترة قصيرة. دعونا نتابع هذا التقرير مع موقع هسبرس. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.